تجيب هذه كذا، تجيب هذه كذا، طيحها يا حيوان. لا ايش الغباء هذا يا عيال؟ والله يا عيال غباء. السلام عليكم، معاكم اخوكم عمر وحياكم الله. اليوم في فيديو جديد، وفي هذا الفيديو شباب راح نلعب سوبر ماريو ميكر 2 مراحلكم. عندك مرحله صممتها يا وحش تبيني العبها؟ حطها لي في الهاشتاج اللي راح يطلع لك الحين فوق، اكتب اسمك واسم الشخصيه وكود المرحله. جديد سوي اشتراك وجرس، قديم نشر ولايك. يلا خلونا نبدا. طيب اخواني، المرحله من اخونا عزوز، لعبها 19 وخلصوها 4 المحاولات 166. طبعا يا شباب كتب لي السلام عليكم عمر. عليكم السلام. صممت لك مرحله جدا سهله، لا تنسى تركز زين وانت تلعبها. بلعبها يا شباب ماريو، اكتب 30 ايزي ويلا خلونا نبدا. اوكي يا ساتر. أما عاد روقنا روقنا. لكيت الكلب. لكيته لكيته. اجلد يا كلب. لا يا عيال ابغى اضرب لكيته عشان اخذ السحابة. لا 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 يا كلب يا كلب. لا 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 يا حيوان. الله يا عيال بستقعد لي. ايوه يا كلب يا لوكيتو. يمديني اعدي؟ لا والله ما يمدي. طيب ما في مشكله، ننتظر يا عيال لين تخلص هذه شغلها. ايوه يا سلام. يا سلام يا سلام. يومي يومي. اوكي بسم الله. يا ساتر. ما في شيء؟ اوكي اوكي. ليش الحيوانة هذه؟ ليش؟ ايوه لا عدمناها يا اخوان. والله حرام. يا سلام. طب بعدين؟ اوبا. يا حبيبي ابلع الفوز. طيب اخواني، المرحله من اخونا نوران، اعطاني هذه المرحله كاتب السلام عليكم عمر. عليكم السلام. هذه اول مرحله لي سويتها لكل اللاعبين العرب، اتمنى تعجبك. اخوك نوران من الاردن. حبيبي الله يعطيك العافيه، منور انت كل واهل الاردن طيبين. لعبوها 76 اللي خلصوها شباب 17 محاولات 478. خلونا نلعبها يا شباب بلويجي. يلا يا اخوان. قوله قوله. اوكي اوه كل واحده شباب عندها شيء. اوكي ولو. يا سلام عليك يا سلام عليك. اوكي يا ساتر الى خبطني. لا سلام. برافو. طيب طيب اوكي بسم الله. دقيقة. ايوه اعمل نفسك ميت صح علي ولا سويت كذا؟
ذكاء خارق يا أخوان. أيوه حلوة بلعفوز، حلوة جميلة، يعطيك العافية. طيب أخواني، هذه المرحلة من أخونا سعود صالح كاتب: من زمان ما أرسلت لك مرحلة، عذرا على الانقطاع. تفضل هذه المرحلة سبيدران، أتمنى تعجبك. وريد كوين مهمة بلعبها شباب بتود، لعبها 256 خلصوها، 44 محاولات، 5397 عمر الشيك، ما عاد صرت تعرف تقرا. يلا شباب تود، يلا يا اخوان ننطلق. بسم الله كله اوكي. واو الله يستر. ريد كوين يعني مهمة، يا ساتر. طيب اوكي، طيب انا الحين صح، 5 ريد كوين. اوكي 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 يا ساتر، لازم الحق. وقف لا حرام، تاخرت انا، الغلط مني يا اخوان، الغلط مني انا. بس حلوه حلوه والله، عجبتني عجبتني يا شباب المرحله هذه، عجبتني. اوكي اوكي معليش برضه انا اجيب لولا. اوكي اوكي وش ينتظرني؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر، والله عيال مفاجأة، فاجأني فاجأني يعني. ما ادري صراحة، لكن ان شاء الله يا اخوان نجيبها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وات، لا 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 سريع. ايوه برافو، ايش فيه ايش فيه؟ يا ساتر يا الله. لا يا شيخ حرام عليك، مش كنا مأشر لي بالسهم والله. عادي 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 يا اخوان. بسم الله يا الله. لو لو ضيع الثنتين، خلاص شو راحت علي راحت علي راحت علي. اول شيء عمر تسويه الا وهو تجيب هذه كذا، تجيب هذه كذا، طيحها يا حيوان. لا ايش الغباء هذا يا عيال، والله يا عيال غباء. جيب نزل، جيب من هنا من هنا. ايه ايه يا اخوي، هي ماذا 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 يا شيخ؟ قسم بالله ان عيال خرشني حقير الادب يا الله. هلا يعطيك العافية، والله جميلة يا سعود، ننتظر جديدك يا بطل. طيب يا اخواني، هذه المرحلة اعطانا اياها حبيبنا ابو خيال، لعبها 8 خلصها 1 اللي هو بادي، محاولات 51. فلعبت انا يا شباب المرحلة السابقة وانجلت فيها، فقال لي عمر تجرب هذه وترى رهيبة وذا، فبجربها يا شباب، بلعبها بحصة. يلا خلونا نبدأ. طيب يلا يا اخوان، اوه فيها 4 مفاتيح، يقول لك عندما يجتمع الذكاء تلعب حصة. قوله قوله. طيب لو جبنا هذا يا اخوان هنا، تمام، جبنا هذا هنا، تمام، وجبنا هذا هنا، لا لا هنا، لا هنا، طيب بالله. طيب ايوه غلط. طيب عادي عادي، يقول لك يا شباب الأخطاء تكثر. أنا إيش سويت؟ ما أدري والله إيش سويت. لو جبنا هذه كذا
وجبنا هذه هنا. جربه بعد. المفروض يا شباب اني اجيب واحدة هنا. المفروض. واحدة هنا. واحدة هنا. طيب. واحدة خليها هنا. ايش رايكم؟ ان شاء الله ان شاء الله كذا يا شباب صحيح. ياهو. ايش قاعد اسوي انا؟ طيب عادي عادي عادي. قلنا يا عمر وين؟ واحدة هنا. تمام. واحدة هنا. لا الذكاء يا عيال لعباتي لا تخافون. واحدة هنا. ان شاء الله ان شاء الله شباب انها تضبط. لا كيف طيب كيف؟ بس يا شباب ابغى اتاكد بس من حركتها يعني واحده هنا تمام؟ قلنا خليها واحده هنا. طيب واحده خليها هنا. طيب اوكي صح 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 علي. بس يا اخوان اتوقع ان هذه اللي هنا اللي فوق هذه اللي فوق حصة اجيبها هنا. مضبوط. والله يا عمر بديت تفكر يا ولد. يا اخوان كيف وانا قلت لي تبغاها تجي ابغاها تجي يا اخواني هنا. يس يس. هذه هنا نجيب هذه كذا. الحين ان شاء الله انها صح. هاي. ليش طيب؟ اوكي. اوكي في اسهم يا عيال. اوكي يا عيال فهمت ايش المقصد. المقصد يا عيال اني هنا. شوفوا الحين يا شباب اتحداه لو قال لي غلط. لا اتحداه لو قال لي غلط. يا بقرة يا حصة يا بقرة. أجيبها يا عيال عند الأشجار اللي ذا اللي شو اسمه اللي شو اسمه مو مكتملة يعني زي هذه زي هذا المكان. هنا تحط واحدة. وعندك هذا شباب المكان كذا تحط واحدة. بس ما أدري عاد صح ولا غلط. واحدة هنا. طيب. اي أيوة والله صح يا اخي. الله يا عيال يا عيال ذكاء. هدوء. طيب هذه حليناها سهله ايزي بيزي. اوه سيفتي كوين. طيب خلونا نبدا تحت بالريشه للعبات يا عيال. ترى الريشه اللي بعدين كذا وندب. واني نجيب الريشة نلعب بالريشة ما عندنا مشكلة. وات ابو خيال حرام عليك يا ابو خيال. حرام عليك يا ابو خيال. اوه يا عيال والله اكتشفت حاجة. وشو؟ شوف الحين اوريكم. يا الله بعدين اضرب في الجدار يا اخي. اجي كذا كذا ارجع هنا وانط يا اخي. في اماكن اقدر ذا اثبت نفسي فيها. عند لما تتبع القروش في بعض الاماكن يا شباب عليها جدران. شو
شفتوا القرش هذا الأول عليه جدار؟ بس مو بذي الغباء يعني. وتحت هنا بعد فيه. كيف؟ الله عليك هذا المشاهد. الله عليك يا وحش. لا 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 لا. ايش فيه؟ كيف كذا؟ شو كيف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني كذا وتنط تضرب هذول تطيحهم. ونفس الشيء تحت. والله يا جماعة حرام، أقسم بالله حرام. أوكي سلام عليك. يودي لا قصة. أوكي وله له وخيال وخيال حرام عليك يا ابو خيال. لا وات الله عليك الله عليك. خلصنا يا شباب المكان الاول الغثيث. خذ قرش. اوكي اخيرا دخل شباب عند الباو. ايش فيه الباو ذا؟ يا فلة. شباب اوكي هنا تشيك بوينت ثاني. والله يعني انخرشت والله انخرشت. كان يمديني يا عيال ارميه. اوكي اوكي والله يا شباب انا متخوف بس من شغله. طب دقيقة 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 أنا عندي عيال حركة ثانية أحسن. وش حركتك؟ توقع شباب هذا تشيز. دمر هذول الاثنين فك نفسك. يا سلم سلم. أحلى تشيز. أبو خيال أنت من جنيت على نفسك يا صديقي. هذا التشيز يا شيخ مفروض عليه عشاء. الله العظيم يا عيال ذكاء ما شاء الله تبارك الله. أنا بقول لك أبو خيال طيب خلص هذه بعدين نتفاهم. أنا آسف أنا آسف لن أدع لك تشيزا إلا وسأكله. نعم أي تشيز كذا قدامك يا حبيبي لا تخليه. خلي المصمم عرفت كذا ينغبن كذا. وات 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 يا إلهي لا لا. إيش الموت الغبية هذه؟ أوكي يا سلام بيسويتش بيسويتش. الله 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 خلصنا يا شباب على المرحلة. جلد وجلد نحمد على دروب كنزنا. يلا يا شباب ننطلق هنا. الله الله يا أمي. والله يا شباب خرشني. بجيب ون أب ون أب ون أب ون أب كيف بخشم يوشي خشم يوشي. الله حلوة يعطيك العافية أبو خيال. والله مرحلة بطلة استاهل لايك يا وحش. يعطيكم العافية شباب على المشاهدة. أتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك ونشر هذا الفيديو.
اللي عنده شباب مرحلة وصممها ووده اني ألعبها يحطها لي في الهاشتاج اللي راح يطلع لكم الآن، تحط اسمه واسم الشخصية وكود المرحلة. طبعا اخواني كالعادة نهاية كل فيديو احب اقولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، سلام.